فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم معالجة نيته في عمل الآخرة فيكون لأجل الدنيا؟ كيف يستطيع أن يعالج ذلك؟ نعم، يستطيع أن يغير نيته من طلب الدنيا إلى طلب الآخرة، يستطيع أن يغير نيته ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قدمت على وظيفة، إذا تقدم بعض السلف طلبنا العلم لأجل الدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة. نعم.